السلام عليكم خاوتي، جيسبر كوراكم كامل بيان. خاوتنا اصحاب الباك، اصحاب لي جيستيون، عندنا نديرو لي فيديو على دروس تاع القانون باش نفهمو برك، ماشي راح نحفظو نفوتو نفهمو باش في لي سيجي ان شاء الله كي عطونا وضعيات نقدروا نجاوبو. طيب نبداو بدرس تاع عقد البيع. وشنو هذا عقد البيع؟ عقد البيع هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع ان ينقل للمشتري ملكية الشيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي. ما انت وشنو هذا عقد البيع؟ هذاك اللي راح يبيع لك حاجه لازم يعطيها لك هذيك الحاجه وانت تعطي له دراهم، هذا هو عقد البيع. تعطي له دراهم وهو يعطيك هذيك الحاجه اللي حتشريها عليه، هذا هو عقد البيع. تحفظ تعريف لازم تحفظهم، بصح الاركان وهذوك تفهمهم برك. عندك اركان عقد البيع ولا تكوين عقد البيع، واش فيه؟ في اركان موضوعيه عامه واركان شكليه. الاركان الموضوعيه العامه واش انا متى كي تروح تشري، راح تشري زعما حاجه تتوجو كي تكون اي شغل دير روحك انت، انت راح تشري صح. باش تشري واش لازم؟ لازم لك رضا محل سبب اهليه. تك تروح تشري لازم ترضى، لازم تكون راضي. قا واش يقول لك؟ يقول لك زعما راح نبيع لك هذه الطوموبيل بهذه السومه في هذاك النهار، انت لازم تكون راضي ترضى بهذا الشيء اللي قال لك عليه. عندك المحل، اذا تم كنتش راضي هذا يسموه عقد باطل تماما، ما كاينش منع. لازم تكون راضي، لازم الشروط اللي حنقول لك كاع لازم كاع يكونوا في عقد البيع. الرضا فهمناه. المحل وشنو؟ البائع شغل كي راح تشري، البائع لازم يعطيك حاجه، هذيك الحاجه اللي حتشري عليه وانت لازم تعطيها دراهم. بصح الحاجه اللي هي يعطيها لك هو لازم تكون كاينه، ماشي زعما يقول لك انبيع لك حاجه هي ما كاش، تكون يعني موجوده او قابله للوجود، متى كاينه ولا راح تكون هاي تخدم ولا ما عنباليش انا، او يكون معينا او قابل للتعيين. وبالنسبه للدراهم يعني يكون مبلغ من النقود، يكون زعما تعطيلو تاع هكا دراهم، وان يكون مساويا لقيمه الشيء المبيع. ما انت ماشي تشري طوموبيل زعما ب 100 مليون تقولو زوج ملايين، ولازم تشغل تكون مساويه لقيمه الشيء المبيع. هذا هو المحل. دونك السبب هو الدافع لنشوء الالتزام، شغل علاش راح تشري هكا. ويجب ان يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والاداب العامه. ما انت شغل مشيت تبي تشري زطله ولا عفسه هكا شغل ماشي مخالفه للنظام، لازم حاجه تكون قانونيه. طيب عندك الاهليه. اهليه واش معناتها اهليه؟ ان يكون يعني ان يكون هذا يعني العقد صحيح. يجب ان يصدر عقد البيع من اشخاص ذوي اهليه، فلا يكون الشخص مصاب بعارض من عوارض الاهليه او مانع من موانع، ويكون بالغ سن الرشد. معناتها هذا السيد ما لازمش يكون مهبول ولا يكون هكا مريض ولا يكون لاباس به، يكون اكثر من 19 سنه. هذه هي اركان الموضوعيه العامه. تخير روحك تارك راح تشري، واش لازم لك؟ لازم ترضى بشي اللي تشريه، لازم تكون راضي عليه. لازم لك المحل، لازم تلتزم، يعني قلت لك تلتزم بالبيع، هذا لازم يكون شغل الشيء هذا المبيع موجود. راح تشري حاجه شغل باين واش راح تشري. عندك السبب علاه راح تشري، ما تشريش زعما وتشري زعما زطله ولا مش عارف كيف. انا الاهليه اللي هي الشروط، لازم تكون تلبس بيك ماكش مريض، تكون اكثر من 19. هذه اركان الموضوعيه العامه. دوكا نشوفوا الاركان الشكليه. اركان الشكليه تاعك راح تشري، راح تروح للموثق باش دير الكتابه فيها. الكتابه والشهر، الكتابه هي تحرير عقد رسمي من طرف الضابط عمومي هو الموثق. تقدر تقول هو التحرير عقد رسمي من طرف الموثق الذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسميه. أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة، وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق. ما أنت الكتابة هذه وتحرير عقد رسمي مع الموثق، ما تروح الموثق يدير لك هذا العقد، وهذا العقد كي يدير القوانين كي يدير العقود وكذا لازم يكون بالقوانين، مش يدير من راسه من القانون كذا من القانون كذا باش يدير هذه العقود. وعلى أن يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية، لازم تكون مكتوبة بالعربية في نص واحد، في نص واحد واضح وسهل القراءة. هذه هي الكتاب. ثم عندك الاركان الموضوعيه العامه واركان الشكليه، ما تخلطش بيناتهم. اركان الموضوعيه معناتها تخير روحك داك رايح واش لازم. عندك الاركان الشكليه، لازم الكتابه والشهر. الشهر وشنو؟ ويقتصر على بعض البيوع مثل بيع محل تجاريه، عقارات. متى كي تروح تشري زعما دار ولا لازم تشهرها. هذه هي عندك اركان موضوعيه اركان شكليه نفهمناها. دوك اثار عقد البيع. اثار عقد البيع يقصد بالاثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري. ما انت توجور تتخيل روحك انت راك رايح تبيع، راك رايح تبيع حاجه، واش لازم لك؟ لازم تلتزم بنقل ملكيه المبيع. عندك الالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان.
الالتزام بنقل المبيع ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول متى تديها له. عندك الالتزام بالتسليم، لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية شيء مبيع فقط، تمشي لازم غادي لازم تديها له وتعطيها له في الوقت اللي كنت متفاهم من عليها وبحال التي كانت عليها وقت الاتفاق. تمشي تشري تكون راح تبيع له طوموبيل هاكا من بعد تديها له مجروحة ولا لازم تديها له في ذاك الوقت ولازم كيما تفاهمتوا عليها. هذه الالتزام بالتسليم. عندك الالتزام بالضمان، يلتزم البائع بضمان تعرض اي اتخاذ ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع. صح، واش معنى الالتزام بالضمان؟ احنا نديروها باختصار، الالتزام بالضمان هي الالتزام بضمان العيوب الخفيه، اي ضمان ما يوجد من المبيع من نقائص او عيوب. التزام بالضمان معناتها تضمن له باللي هذه الطوموبيل ولا الحاجه اللي راح نبيعها لك ما فيهاش حاجه ناقصين ولا ما فيهاش يعني ماشي زعما الطوموبيل اللي راح نبيعها لك شغل تسخن ولا الموتور يسخن ولا حاجه كذا، تقول له كاع كلش. هذه هي معناتها تدي روحك راح تبيع حاجه، راح نبيع حاجه تحت بيع لهذا، لازم تعطيني الحاجة هذيك، لازم عليك تعطيها اني كنشري عليك. الالتزام بالتسليم، عندك الالتزام بنقل ملكية المبيع لازم راح تجيبها لي. عندك الالتزام بالضمان، ما تضمن لي بلي هذه ما فيها حتى حاجة. هذو هما الثلاثة دوك التزامات للمشتري. انت راك راح تشري عليا، واش لازم؟ لازم تعطي حاجة الاولى راح تشري، واش لازم؟ لازم تعطيني دراهم باينه. الالتزام بدفع الثمن والالتزام بدفع نفقات البيع، معناتها انا وياك راح تشري عليا حاجة ونروح الموثق نتخلص، دير بالك كل واحد يكون راح يشري هو اللي خلص نفقات البيع. والالتزام بتسليم بتسلم المبيع، معناتها انا كي تشري عليا حاجه لازم كي نعطيك الحاجه ديك تديها، ما تقوليش ما نديهاش ولا غير تشري عليا نعطيك الحاجه ديك تديها. ثلاثة حطهم في بالك، راح تشري واش لازم لك؟ لازم لك تمد دراهم، لازم لك تتخلص نفقات البيع، ولازم لك تلتزم بتسلم تديه الشيء اللي حتشري. هذا هو عقد البيع. ها جيسبر تكون عجبتكم هذه لا فيديو خاوتي، كانت على عقد البيع. واذا عجبتكم وفهمتوا ولا حبيتوا نزيدوا لكم فيديوهات واحد اخرين، ما عليك غير تابوني في لاشين وتكتب حبينا دروس واحد اخرين، وما تنساوش تدخلوا الشين تاعنا تلقاو فيديوهات واحد اخرين. سلام، ربي يوفقكم ان شاء الله كاع صحاب البنك.